السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين. إن شاء الله ده آخر سيكشن معانا في الأورجانيك فور، ويا رب تفتكرونا بخير كده إن شاء الله السنة الجاية وتيجي تسلموا علينا. ويا ريت لو أي حد زعلان مننا في أي حاجة ما يزعلش، إحنا زي إخواتكم، إحنا كمعيدين أو كدكاترة زي إخواتكم أو أبهاتكم، وإن شاء الله يبقى سيكشن ظريف عليكم. النهارده سيكشن النهارده ان شاء الله هنتكلم عن السنسز اوف هيترو سايكل كومباوند. اكزامبل معانا هو الواحد واثنين واربعة، واحد اثنين اربعة ترايزول. بالنسبة للايوباك نيم عندنا ببدأ النمبرينج من النيتروجين اللي عليها دبل بوند 1 2 3، فيبقى عندي اربعة امينو، خمسة ميركابتو، الميركابتو اللي هي سي دبل بوند اس او اللي هي سي اتش في ريزونانس، خمسة ميركابتو 4H124 ترايازول. تمام، ده بالنسبة للأيوبام. بالنسبة للإيكويشن عندي، أنا ببدأ عندي بالسنسز أوف ترايازول. أنا عندي الفكرة كلها بيبقى عندي اتنين ريجنت، أول واحد بيبقى أليفاتيك أو أروماتيك أسيد أيا يعني كان نوع الأسيد. تمام، وتاني حاجة عندي ريجنت مهم جدا فيري رياكتيف في الرياكشن، ما يقلش أهمية عن الأسيد، وهو التي سي اتش أو الثايو كربوهيدرازيد. الاتنين دول بحطهم مع بعض فيوجن، ونعرف يعني ايه كلمة فيوجن، لمدة 1 hour في خلال من 160 ل 170 درجة، هديني الترايازول بعد ما بعمل كولين إن شاء الله. التي سي اتش هو اختصار لكلمة ثايو كربوهيدرازيد، ده فيري اكتيف ريجنت في ترايازول سينسز. الرياكتيفيتي العالية بتاعته نتيجة وجود اتنين امينو جروب، والاتنين امينو جروب دول عليهم لون بير في الكترون، فبالتالي يقدر يعملوا نيوكليوفيليك اتاك على الفرايتي اوف كربونيل جروب او الكربونيل كومباوند. الاكزامبل على الكربونيل كومباوند هنا هو عندي الاليفاتيك اسيدز او الاروماتيك اسيدز. بالنسبة للبروسيدور، احنا اول خطوة عندنا هنعمل ميكسنج ل 1 ملي مول من التي سي اتش ثايوكربوهيدرازيد مع 1 ملي مول من الكربوكسيليك اسيد. الخطوه الثانيه هنحطهم في تيست تيوب. ثاني خطوه التيست تيوب دي هنعمل لها هيتنج للتيست تيوب دي ات 160 170 لمده 1 اور في ساند باث. هنبقى ظابطين درجه حراره الساند باث بالترمومتر على 160 170، ونبدا نحسب ساعه من لما توصل درجه حراره الترمومتر ل 160، هنبدا نعد ساعه لحد ما تخلص الرياكشن. بعد كده هنسيبه يبرد، وبعد كده نعمل ريكسترايز ويز ووتر. ده بالنسبه للبروسيدور. اكزامبل الرياكشن ده اكزامبل على حاجه ما اعرفش حضراتكم سمعتوا بيها ولا، وهي الجرين كيمستري. يعني ايه جرين كيمستري؟ جرين كيمستري ان انا بستخدم بروسيس او بحضر برودكت، البرودكت دي بتبقى سيف وتشيب للانفايرمنت. طريقة البروسيس، البروسيس نفسها بتستخدم ريجنت بتبقى less toxic less hazard للانفايرمنت. معنى اخر ان انا بعمل اليميشن لاي possibility ان انا تحصل عندي او استخدم hazards او يبقى في اي toxicity من الرياكشن طالعة او داخلة او اي حاجة ممكن تأثر على الانفايرمنت او تأثر على اسمه ده الستودنت او الدكتور اللي شغال. الجرين كيمستري دي اول واحد اكتشفها، اول الفاذر اوف جرين كيمستري هو دكتور بول انستنس. بستخدمها عشان زي ما قلت لحضراتكم ان انا بستخدمها بحضر بيها سيف برودكت باستخدام سيف ريجنت. تمام، السولفنت عندي وينيفر بوسيبل بتبقى ميه، بس لو اخدت بال حضراتكم ان انا ما جبتش سيره اي سولفنت معايا في الرياكشن، وده اللي هو معروف باسم الفيوجن. يعني ايه فيوجن؟ فيوجن دي اختصار او ايكوال لكلمه سولفنت فري رياكشن، ان انا حطيت الريجنت في تيست تيوب، عملت ميلتنج للريجنتس في درجه حراره عاليه، واداني البرودكت بتاعي اللي هو الترايازول. النوتس بتاعتكم، كل جروب هتشتغل بديفرنت اسيد. انا عندي كذا ديفرنت اسيد زي ما اتحضركم، ممكن يبقى الاسيد بتاع كل جروب يا اما اليفاتيك يا اما اروماتيك، وعلى اساسه هتستنتج الاستراكشر بتاع البرودكت زي ما نشوف دلوقتي. بالنسبه للاسيد اللي هي بتبقى سوليد، لو الاسيد اللي معانا شغالين بيه سوليد، يفضل او الافضل ان احنا نعمل جيومتريك ميكسنج قبل ما ندخله، قبل ما نحطه في اسمه ده، قبل ما نحطهم في التست تيوب. الجيومتريك ميكسنج ان انا باخد كميه من الاسيد
مكافأة أو إيكوال لكمية من التي سي اتش، بنعملهم ميكسينج. الكمية اللي طالعة دي بضيف عليهم كمية مساوية من التي سي اتش أو من الأسيد، وهكذا لحد ما ألاقي إن كل الكمية حصل لها ميكسينج إيكوالي جيومتريكال. لازم أخلي بالي وأنا شغال إن درجة الحرارة تبقى من 160 ل 170 لمدة 1 أور، ما تعلاش عن 170 وما تقلش عن 160 في الساند باث، لأن الشغل كله في الساند باث، وزي ما قلت لحضرتك إن هو بيكون سولفنت فري رياكشن. تمام، ده بالنسبة لسكشن النهاردة. يا رب يبقى سكشن خفيف عليكم، ما يبقاش طويل ولا حاجة. وزي ما قلت لحضراتكم لو في أي حاجة أنا تحت أمركم في الديسكشن إن شاء الله.